على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بمنتخبنا التونسي لكرة القدم، وبعد انتصاره البارح على نظير الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل 0 في مقابلة الجولة الثالثة من تصفية كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2024، منتخبنا باش ينطلق في تحضيراته لمواجهة نفس المنافس في الجولة الرابعة من تصفيات نهار 3/28/9 متاع الليل في ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي. نذكر أنه منتخبنا يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين منافس المنتخب الليبي يحتل حاليا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط. نواصل مع المنتخب التونسي ولعبنا الدولي علي معلول تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من تصفية كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2024، خاصة بعد تألق مساهمته البارح في فوز منتخبنا على نظير الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل 0 في مباراة كانت شهدت تسجيل علي معلول الهدف الثاني لنصور قرطاج في الدقيقة 21 من ضربة جزاء. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي توصلت لاتفاق رسمي مع المدرب المصري حسام البدري لتدريب الفريق بعقد لمدة موسم ونص. نذكر انه البدري سبق له تدريب المنتخب المصري بالاضافة العديد الفرق على غرار المريخ السوداني اللي كان توج معاه بلقب بطولة السودان سنة 2011، والاهلي المصري اللي فاز معاه بمسابقة دوري ابطال افريقيا وكأس السوبر الافريقية سنة 2012 وبطل مصر 3 مرات. في الرابطة المحترفة الأولى غدوة تلعب الجولة الثالثة من المجموعة تفيد النزول ماضي ساعة ونص متاع نهار في ملعب 15 أكتوبر السيابي يستضيف نجم المتلوي في ملعب علي الأحوار، أما الحمام سوسة يواجه مستقبل سليمان، وفي ملعب 17 ديسمبر مباراة أولمبيك سيدي بوزيد مع الملعب التونسي. في الرابطة المحترفة الثانية في اللحظات هذه قاعدة تتلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة، إياب في المجموعة الثانية سبورتينج بن عروس منهزم في الشوط الأول أمام قوافي القفصة هدف مقابل 0، مكرم المهدية متعادل حاليا أمام سبورتينج المكنين هدف مقابل هدف، الملعب الجيبسي متعادل 0-0 حاليا أمام هلال مساكن، الملعب الصفاقسي منهزم على أرضية ميدانه أمام نادي حمام لنف هدف مقابل 0، جمعية جربة متعادلة مع القلعة الرياضية 0-0، بنفس النتيجة ترجي جرجيسي متعادل حاليا أمام شبيبة العمران 0-0 في الشوط الأول. الدفعة الثانية من الجولة هذه باش تتلعب غدوة ماضي ساعة ونص متاع النهار لحساب المجموعة الأولى، الشبيبة الرياضية القيروانية تستضيف في ملعب حمد العويني فريق مستقبل محمدية، النجم الراتسي في مواجهة مستقبل المرسى، مستقبل واد الليل يلعب ضد مستقبل جابس، النادي القربي يستضيف أولمبيك مدنين، جندوبة رياضية تواجه أمل الرقبة بتطاوين، والنادي البنبلي يلعب ضد الأمل الرياضي بجربة. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على الكرة الطائرة. اليوم كان الموعد مع مقابلة الجولة الثالثة ذهاب لمجموعة أو لمرحلة سوبر بلاي أوف لبطولة القسم الوطني A للكرة الطائرة. في قمة الجولة في قاعة الزواوي الترجي الرياضي التونسي انتصر على النادي الرياضي الصفاقسي 3-0 بنفس النتيجة، مستقبل المرسى انقاد الهزيمة أمام النجم الساحلي 3-0. في كرة السلة نهار الاثنين تتلعب الجولة الرابعة من مرحلة تفيد النزول لبطولة المحترفين ماضي ساعة متاع النهار في قاعة حشاد بأريانا، شبيبة المنازه تستضيف الملعب النابلي، وماضي 3 متاع العشية في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان مباراة الشبيبة الرياضية القيروانية مع ضيفه اتحاد الأنصار. في كرة اليد نهار الأربعاء الجاي دور الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج من بطولة النخبة، في المجموعة الأولى نصرة بلبة مع النجم الساحلي ونادي الإفريقي مع النادي الهلالي، في المجموعة الثانية نادي ساقية الزيت يستضيف بعث بن خيار، والترجي يواجه مكارم المهدية. خارج تونس وفي أبرز مقابلات اليوم في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 ماضي 3 اسكتلندا تلعب ضد قبرص، 6 متاع العشية بيلاروسيا تستضيف سويسرا، 9:15 مباراة القمة بين إسبانيا والنرويج، في نفس التوقيت منتخب كرواتيا يستضيف منتخب ويلز. نختم نشرتنا بمعلومة صحية، تساهم الرياضة في تعزيز المناعة وحماية سلامة القلب مع تحسين الحالة النفسية. هذا كل معنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيدة طرابلسي وشاهية طيبة للجميع.